العادات اللي انا هقول لك عليها دي حرفيا هتغير لك حياتك، هتخليك احسن. اولا لازم تختار صحبتك كويس جدا. لو انت مصاحب 5 اغنياء احتمال ان انت تكون السادس بتاعه، لو انت مصاحب 5 اغبياء احتمال ان انت تكون السادس بتاعه. كونوا مجموعه اغبياء مع بعض او مجموعه اغنياء مع بعض، انت اللي بايدك تختار. ما تخليش 10 ثواني سلبيين في يومك ياثروا على 86390 ثانيه الباقيين في يومك. خلي انت في حسابك في البنك 86400 دولار، وجي حد اخذ منك 10 دولار كده، سرق منك 10 دولار، هترمي الباقي ولا هتستخدمه صح؟ وهكذا يومك في 86400 ثانية. ما تخليش ال 10 ثواني او ال 20 ثانية السلبيين دول يأثروا على بقية اليوم. بطل صبر واسأل نفسك ازاي انفذ خطتي ل 10 سنوات جايين في 6 شهور. اكيد هتفشل، بس هتكون خط خطوة وعندك اقتناع تام ان انت تقدر تخلص الحاجات اللي في 10 سنين تخلصها في 6 شهور، احسن من واحد ماشي تاتا 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 لحد ما يخلص الخطة اللي هو عاملها لمدة 10 سنين ومش هخلصها كلها وممكن يخلص 70% منها بس. اتعلم تقول لا من غير ما تدي اعذار، من غير ما تدي اي مبررات. تبني سعادتك على حياة الناس التانية، مش عشان تقول لهم ايوه انا جاي معاكوا او انا معاكوا في الحاجه دي وهم هيكونوا مبسوطين ان انت ترمي نفسك وخلاص. اتعلم تقول لا. بحركه زي دي هتقدر تعمل سيطره كامله على حياتك. ما تخليش اي حد يزعلك برايه السلبي حتى لو الناس انت ما تعرفهاش. اكتر واحد مشغول وبيقول لك اراء وبيعمل وبيعمل ده اكتر واحد بيتكلم عليه، فكمل في طريقك ما توقفش، ان شاء الله هتحقق كل اللي انت بتتمناه.